نبص على معدل النمو، وده برضو مؤشر مهم جدا. يا ريت يا جماعه على الشاشه الكبيره عشان نقدر نشوفه. النمو بيتحسن، يعني اخر ادي الربع الاول يوليو سبتمبر 2017 نتكلم 5.2، وده معدل جيد جدا. طب احنا عايزين بنستهدف معدل اعلى، معدل بيبقى ضعف معدل النمو السكاني عشان نقدر ان احنا نلاحق على النمو السكاني. لكن يبقى السؤال، هل هذا النمو يأتي من قطاعات بتضيف قيمة مضافة، قطاعات انتاجية، ولا هو يأتي فقط من قطاعات النفط والعقارات، وبالتالي هو نمو غير مستدام؟ المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي دايما بيأتي النمو من القطاعات غير المستدامة، خاصة في الدول زي مصر اللي بيبقى فيها اكتشافات للبترول والغاز. ودي من فوائد الإصلاح الاقتصادي، إن مصر قدرت تسدد المستحقات لدى شركات البترول الأجنبية، فبالتالي الاستثمار زاد. لكن لما حضرتك نيجي نبص، هو ده الخطوة الأساسية للبناء بقى، إن معدل نمو دائم عندي من قطاعات فيها استدامة. ان انا الاكتشافات اللي انا باخدها من البترول ومن الغاز دي بتوفر لي مصادر الطاقه اللي انا ابدا استخدمها في التصنيع. العقارات والانشاءات والبنيه الاساسيه هي دي حاجه اساسيه، عامل اساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو. فبالتالي هي خطوه ضمن تحقيق خطه التنميه. وده اللي لازم يتم البناء عليه خلال الفتره الجايه. انتوا حاسين ان هذا النمو يعني تقسيمته عامله ازاي؟ يعني هل تقسيمته منطقيه؟ تقسيمته بتيجي شويه ناحيه القطاعات النفطيه، ولا شايفين ان القطاعات الاقتصاد الحقيقي بينمو بشكل جيد؟ بص حضرتك، لا، في جزء منه جاي من القطاعات الحقيقيه، يعني زي السياحه والصناعات التحويليه. بس طبعا احنا لازم ناخد في الاعتبار ان احنا في 2016 احنا جايين من لو بيس زي ما بنقول، ان احنا كان في مستويات منخفضه جدا في الانتاجيه بالنسبه للقطاعات دي. فطبيعي ان في 2017 مع توافر العمله وكده ان احنا نبتدي نشوف نمو اعلى. طبعا التحدي الاكبر ان احنا نيجي في 2018 ونلاقي برضو مستويات عالية من النمو في القطاعات الانتاجية دي. طبعا جزء من تاني من النمو جاي بشكل كبير من استثمارات الدولة في كتير من المشروعات الكبيرة. وده سؤال مهم. طبعا احنا برضو عايزين نشوف ان ده بيتغير في السنة الجاية دي. كانت مرحلة معينة كان في استثمارات ضخمة الدولة كانت مطلوب انها تعملها في حاجات زي مجالات الكهرباء والحاجات دي كلها، كان صعب ان القطاع الخاص يقوم بيها في التوقيت ده. عايزين نبتدي نشوف ان القطاع الخاص يبتدي ان هو يكون هو المحرك برضو الاساسي، يرجع تاني للاقتصاد. مؤخرا كان في اظن رقم برضو مؤشر مهم اللي هو مؤشر مديري المشتريات البي ام اي، واظهر ان في نمو للقطاع الخاص لاول مره من سنتين، وده اظن برضو ان هو مؤشر ايجابي جدا في الفتره الاخيره. وزي ما بحكي، اهم حاجه ان مش مهم برضو بس رقم النمو، احنا مهم جدا برضو نشوف مكونات النمو دي. فبالتالي احنا في الفتره دي وصلنا معدلات نمو كويسه، يمكن عايزين نشوف التركيبه بتاعت النمو تختلف اكتر واكتر في الفتره اللي جايه. المؤشر اللي بيتكلم عليه محمد هو مؤشر مديري المشتريات الرئيسيين في بنك الامارات دبي الوطني، واللي بيقول انه بيشوف تحسن في نمو القطاعات غير النفطيه، ودي لاول مره، وده مؤشر، ده بيبقى بالنقط كده، وبيقيس شركات القطاع الخاص غير المنتجه للبترول في مصر، وقال ان ده تحسن ب 50، يعني وصل 50.7 من 10 نقطه في نوفمبر، وده من 48.4 نقطه في اكتوبر. يعني ده مؤشر يا جماعه بيدرس او بيحسب فكره القطاعات غير النفطيه بتنمو بشكل قد ايه. محمد اتكلم على التدخل الدوله ودور الدولة بكل أجهزتها وأذرعها في الكونستراكشنز والمدن الجديدة والمشروعات. العام القادم هل تتوقع أنه نفس القدر من الاستثمارات هتقدم الدولة، ولا هيتفتح مجال للقطاع الخاص؟ هو أول حقيقة دي حاجة مهمة جدا لما نيجي نبص على هيكل الاقتصاد نفسه، هيكل النمو، ونيجي نبص على نمو قطاعات من 2016 النهارده، هنلاقي ان في عدم توافق ما بين الاثنين. فالسنه دي مثلا 2017 في انخفاض حاد في الطلب على الاسمنت، على الحديد، على معظم، برغم كل المشروعات دي، برغم ان في نمو ب 5% على ربع. تمام.
ومعظم شركات الأدوية أو بالذات المنتجات الغذائية وحاجة بتكلمين منهم كتير عندهم انخفاض في الطلب كعدد، ولكن علوا أسعارهم وظبطوا أسعارهم فقدروا يعدوا المرحلة. فطبعا لما نيجي نبص على حاجة زي كده بنلاقي أنه في بعض الاستثمارات اللي بتحصل حاليا هي من خارج الموازنة، فبالتالي ممكن بتسمع وبتأثر في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن احنا مش بنشوفها كطلب على قطاعات موجودة حاليا. يعني طب في مشكلة، واحد انه ان هذه الاستثمارات من خارج الموازنة، اتنين ان انا بمول جزء من هذا النمو بالدين، ودي مشكلة. مظبوط، لان انا بضطر اعمل مشروعات كتيرة، بضطر ادفع لاجانب مثلا داخلين يكركوا قناة السويس او يعملوا اي حاجة، ما دول بياخدوا افرنت، دول مش زي الشركات المصرية اللي هتستحمل وتستنى. حضرتك يعني في المرحلة الاولى من الاصلاح الاقتصادي انا ممكن يعني ممكن اتقبل حاجة زي كده. المرحلة الاولى دي بتخلص امتى؟ المفروض تخلص السنة دي، خاصة في ظل نهاية 17، ان انا في ظل الفايدة المرتفعة دي مفيش قطاع خاص هيخش يستثمر بالفايدة المرتفعة. فانا لازم وانا بعمل اصلاح الاقتصادي احط البنية التحتية اللي انا اقدر اجذب بيها الاستثمارات. دي حاجة اساسية جدا عشان ابقى جاهز، الاقتصاد بتاعي جاهز للانطلاق في السنة التانية من الاصلاح الاقتصادي. حضرتك لو بصينا على كل الدول اللي عملت برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، دايما بتبقى السنة التانية من البرنامج هي سنة الانطلاق. فانا عندي اول سنه الفايده مرتفعه جدا. القطاع الخاص يعني بالنسبه لحضرتك للمؤشر مدير المشتريات اللي اشار اليه استاذ محمد، هم قايلين ملحوظه مهمه جدا، قالوا ان الشركات بتعاني لان هي في ارتفاع في التكاليف الانتاج ومش قادره ترفع الاسعار اكتر من كده نتيجه تدهور القدره الشرائيه، فبالتالي اضطروا ان هم لتخفيض العماله عشان يقدروا يحافظوا على هوامش الربحيه بتاعتهم. فده كله المفروض ان انا من السنه الجايه مع انخفاض معدل الفايده ان انا ابدا اشوف القطاع الخاص المشاركه بتاعته بتزيد. الناس كلها بتبص، لما تبص على اصلاح اقتصادي بيبداوا من قرار التعويم. في قبل قرار التعويم بيومين المجلس الاعلى للاستثمار خد مجموعه من القرارات، احنا كنا شايفين الاصلاح الاقتصادي هو عباره عن حزمه من القرارات مش مجرد تعويم. القرارات دي هم 17 قرار. طب هم بس يكون لهم اثر على الارض. هي دي فكره حضرتك، لو نرجع لقمه افريقيا اللي كانت من امتى كام يوم